صباح الخير لكل المشاهدين بحلقة جديدة من حوار اليوم. ملفات عديدة طبعا وتطورات السياسية رح نتناولها مع ضيفنا الأستاذ شارل جبور، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية أو التواصل والإعلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ شارل، ضيف عزيز طبعا. فينا نبدأ اليوم من السؤال العام لنفوت بعدين للتفاصيل. اليوم إلى هيدي الدرجة فينا نقول هناك استحالة بالتقارب بوجهات النظر بينكم وبين التيار الوطني الحر؟ ايه طبعا بالمرحلة الحالية في استحالة، بس هذا ما بيمنع انه خلينا نميز بين امرين. خلينا نميز بين اللقاء الشخصي، شيء هلا صعب جدا للغاية بهذه المرحلة من بعد أزمة ثقة 6 سنوات كبرى، وبين الالتقاء بالموقف بشكل غير مباشر ببعض الملفات. يعني حسبي مثلا إذا أخذنا ملف هلأ، يعني هو 46 نائب معارض وقعوا على رفض انعقاد جلسة تشريعية لأنه مجلس النواب هو انتخابي. التيار الوطني الحر أخذ نفس الموقف، هذا بتسمي تقاطع غير مباشر. بس أنتوا قبل كنتم مع تشريع الضرورة بفترات سابقة. لا أقول لك ليه. 2014 كان في هناخد مسألتين. اليوم الحكومة القائمة، اليوم حكومة رئيس مئاتي، هي حكومة مستقيلة بعد الانتخابات، حكومة مستقيلة، يعني مش حكومة أصيلة، حكومة مستقيلة. 2014 كان في حكومة قائمة بذاتها، يعني كان في وقتها حكومة موجودة، حكومة رئيس تمام سلام، وكانت في اجتماعات أسبوعية، وكان في كل الوزراء يوقعوا المراسيم الموجودة، وبالتالي كان في حكومة قائمة تجتمع أسبوعيا بتوقيع كل الوزراء اللي فيها. أول شيء في عندك اختلاف دستوري بين طبيعة الحكومة هاي وطبيعة الحكومة هديك، وقتها ابتدعوا انه تكون الحكومة بهذا الشكل. اثنين، عندك الى جانب ذلك لما بنحكي عن مواضيع استثنائية بهذا المكان، يعني لما يكون في حكومة عم تجتمع اسبوعيا، يعني المجلس النيابي لازم يكون شغال معه، مش هيك؟ وبالتالي ولا ما لازم تجتمع. يعني احنا بالنسبة لنا الحكومة ما لازم تجتمع اليوم الا لضرورات قصوى وفق الدستور، والدستور بيقول انه بالشغور الرئاسي يتحول لهيئه انتخابيه، وكمان لانه هذه الحكومه مستقيله ما لازم يجتمع بالمره اطلاقا الا شو وقتها شو كان في قلنا للامور كثير استثنائيه. كان في اقتراح، يعني كان في قانون انتخاب يعني نعتبره يرتقي الى مساله ميثاقيه، وكان في قانون التجنيس، اوكي. بس برجع بقول لك بمعزل عن كل ذلك، لكل مرحله بالاخر في دستور اكيد ونلتزم بالدستور، بس كمان كل مرحله في عندها ظروف اولويات موجودة. اولويات هالمرحله خلص دخلنا باولويات مختلفه تماما. برايك بموضوع يعني التمديد للواء ابراهيم، طالما تطرقنا لهذا البند اللي كان هو بند اساسي بهيدي الجلسه اللي حضرتكم قطعتوها، وطبعا التيار الوطني الحر من حيث المبدا انه اذا ما كان هذا التمديد يشمل كل المدراء العامين نحن لا نذهب الى هذه الجلسه، وطبعا عدد البنود المطروحه، برايك هل فعلا عجز المعنيون او المسؤولون بهذا الملف الى الوصول الى مخرج قانوني؟ لو المعنيين حريصين فعلا على قطوة مثل هذا القبيل، يعني بيقدروا إذا بدك قبل 31 تشرين وعارفين شو بين 31 تشرين وشباط 4 أشهر، يعني كنت بتقدر قبل ما تفوتي بالشغور الرئاسي، كنا عارفين أنه فتنا بالشغور الرئاسي، كنت فيك تروحي بوقتها تعملي هذا التشريع وتحطيه من ضمنها بوقتها، لأنه أنت لما عم ترفعي سن التقاعد جوري ترفعيه لما لواء ابراهيم قبل 48 ساعه او قبل بجمعه ما يطلع التقاعد، يعني فيك ترفعيه قبل بوقت. بتقولي لا، واضح انه هذه المساله كانت الاولويه لاجتماع مجلس النواب، كانت للجلسات الانتخابيه. لا يعني لا. كان فيك بوقتها، لانه وقتها كان بيقدر مجلس النواب قبل الشغور الرئاسي يعمل جلسات تشريع، بس واضح انه عدم ادراجها، يعني يلي ما ادراجها كان بيستهدف انه ما يمدد للواء ابراهيم، بمعزل عن كل الكلام اللي عم ينقال. طب بالعوده الى السؤال الاول، طبعا ممكن يكون مدخل للدخول الى مبادره بكركي اللي حضرتكم تحفظتوا على طبعا المشاركه فيها بذريعه، يعني البعض بيقول انه ذريعه انه اليوم هذه جلسات لا جدوى منها. طيب ليه اليوم موقفكم هالقد معارض لمرجعيه اساسيه للقوات اللبنانيه؟ بكركي نلتقي بالعناوين الكبرى. يعني انت لما بتحكي عن حياد لبنان، نعتبر انه الحياد مساله اساسيه جزء من ميثاق 43 الحياد، وعاد تفتكري كانت الجمهوريه الاولى
قلعت بال 43 لو ما كان في حياه. الحياه هو جزء اساسي، لو ما فينا ناخذ البلد تعددي مبني من طوائف، كل طائفه بدها تشد دوله خارجيه. اذا انت ما رحتي على حياه ما في يقلع البلد. اليوم شو مشكلتنا؟ مشكلتنا انه في طائفه مرابطه لبنان بايران، كل الاطراف عندها اجندات. انتم اليوم على الحياه بتعتبروا حالكم الحياه مساله، عم بقول يعني بس اقول لك قصتي بكركي. الحياه مساله تكوينيه بلبنان اساسيه. يعني كيف بتقولي انت الشراكه المسيحيه الاسلاميه؟ كيف بتقولي التمثيل الصحيح للمجموعات؟ الحياه ما كان في استقلال اول بدون حياه، الاستقلال الاول مرتبط بالحياه، الان الحياه مساله كبرى، وبالتالي نحن بالعناوين الكبرى لها علاقه بثوابت الكنيسه المارونيه. نعم. حياه ونهائيه الكيان اللبناني وسيده لبنان، وممنوع يكون في ازدواجيه سلاح، وطبيعه الدوله ودور لبنان، هو كلهم متفقين عليهم على الاخر. بس ولكن المتعلق بمساله نقاشات وحوارات بين قوى مسيحيه ببكركي، ما نحن مش ضد بكركي، لا، ما نحن عم نقول لبكركي انه نحن ما في مصلحه نهائيا انه يجي مين يقول انه بكركي تتحمل مسؤوليه الشغور، لانه باللحظه يلي بيصير في اجتماع رباعي او 64 وما بيطلع لاي نتيجه وما حيطلع لاي نتيجه، اوكي، بهي اللحظه ذاتها بدهم قال فشلوا المسيحيين بانه ينتخبوا رئيس. ليه هيدي النتيجه المسبقه انه ما رح يكون في نتيجه؟ اليوم في عتب كتير كبير من البطرك الراعي اليوم عليكم تحديدا، انه انتم عم بتقاطعوا الفرصه ربما الاخيره للتقارب المسيحي. ما في، بالعكس، ما نحن تقاربنا، ما في شيء اسمه تتقاربي بالملفات. يعني التقارب هو بالسياسي مش بالشخصي، يعني بشخصي بتلتقي مع الناس بمناسبات اجتماعية بتتقاربي بشخصي. دخليك انه احزاب الجبهة اللبنانية المسيحية انه كان في وحدة موقف ووحدة صف، انه انا اليوم ما بدي اروح اقعد مع حدا مختلف انا وياه بالموقف السياسي بالوقت اللي عارف انا ما بنحكي شو الاشكالية القائمة اليوم. اليوم الاشكالية لها علاقة بانتخابات رئاسية. نحن اللي عم نقوله حتى ما حدا يطلع يقول المسيحيين وبكركي بيتحملوا مسؤولية الشغور الرئاسي، يعني احنا بالنسبة لنا بيتحملها هو طرف اساسي وحزب الله، ولا بنحكي ليه. طيب. وبالتالي لحتى ما نعطي فرصة لحزب الله يتلطى ببكركي والمسيحيين ويشيل المسؤولية عن حاله والتهمة عن حاله وحطها على البطرك وحطها على المسيحيين، احنا عم كرمال بكركي والمسيحيين نرفض هالشيء. لذلك جينا لنا خلينا نروح بآلية عملية نطلع بموجبة بنتيجتها بمرشح رئاسي واحد، اوكي، هيك ساعتها بنروح. ليه؟ لحتى ما نقبل، لانه ما بنقبل تحميل المسيحيين تبعات مساله هن ما له علاقه فيها. كان عندكم مشكله قبل على التيار الوطني الحر انه عنده تحالف مع حزب الله وممكن يكون في فرض لاسم رئيس. اليوم ما عندهم بعد اسم التيار الوطني الحر، يعني قادرين اليوم بلشوا انت وياهم من الصفر بالحوار. عم تتفضل وتقول انه نحن ما بنروح على حوار طالما حدا بده يفرض علينا او في امور استراتيجيه مختلفه بيننا وبينهم او وجهات النظر. ليه اليوم عم نستبق هيدي الامور؟ اليوم التيار الوطني الحر بموضوع الرئاسه بالتحديد هو بعيد عن الثنائي الشيعي، وقد يبدو اليوم انه انتم اقرب، يعني حسب اليوم شو عم نسمع ما في اجزم، هناك مساعي من السفاره الامريكيه باتجاهكم لفتح قنوات مع الرئيس بري بالملف الرئاسي. ابدا احنا بالنسبه مش مزبوط موقفنا. نحن نحمل ايضا رئيس بري مسؤوليه عدم الدعوه لجلسات انتخابيه. رئيس بري كرئيس للبرلمان مدعو انطلاقا من دوره بأنه هو يكون حريص على انتظام عمل برلماني وحريص على دعوات متتالية لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية. ما كان عم يدعي وما كان عم ضمن المهلة الدستورية بيتحملها رئيس مجلس النواب والفريق السياسي يلي عم بيقاطع الجلسات. يلي أنت شو أهمية؟ ليش بحطوا دخلك بالدساتير مهل؟ ليش بحطوا مهل؟ هتمال تلتزم فيها القوى السياسية، والقوى التي لا تلتزم لا تلتزم بالدستور، يعني انقلابية على الدستور. بالتالي احنا بالنسبة لنا موقفنا من هذا الأمر واضح تماما، ويجب تنقدر نوصل لرئيس مثل ما عملوا بالانتخابات البرلمانية الأمريكية. بيسكر البرلمان على حاله مثل ما بيعملوا بالفاتيكان، بيسكر البرلمان على حاله
اوعى تفتكر لما تفوتي بجلسه وجلستين استاذ شارل عم تحكي بمثاليات اليوم، اليوم الديمقراطيه بلبنان ديمقراطيه توافقيه والكل اجمع باستثناء القوات اللبنانيه انه اليوم او بعض يعني الحلفاء طبعا انه اليوم التوافق على اسم رئيس هو الحل. طب اليوم خليني بس احكي بموضوع التقارب، يعني عم تتفضل وتقول انه اليوم استحاله التقارب بوجهات النظر مع التيار الوطني الحر. حسب شو عم نسمع يعني هو اليومين المؤخرين في هناك تسويه قد تذهب يعني يذهب القوات اللبنانيه بهذا الاتجاه. نقول شو هي يعني التسويه صار كل اللي بيعرفوها سليمان فرنجيه مقابل نواف سلام وانتم بتامنوا النصاب، يعني هذه انتم موقفكم من هذا الكلام بتاكد ولا بتنفي؟ طلعنا اول شيء طلع عن الدائره الاعلاميه في حزب القوات اللبنانيه بين نفي تام انه القوات اللبنانيه ستؤمن النصاب لجلسه ينتخب فيها النائب السابق سليمان فرنجيه على قاعده صفقه بيجي فيها رئيس حكومي نواف سلام. حتى لو وافقت السعوديه اليوم على هذا الاسم السعوديه انتم اليوم الا تعكس الموقف السعودي بلبنان؟ المملكه العربيه السعوديه بال 2016 ما كانت كثير يعني محبزه لانتخاب العماد عون، انتخبنا العماد عون يعني ما لها. طب جاوبني اليوم على هذه المرحله لانه هاي المرحله مثل ما تفضلت تختلف كليا. نحن بالاو تي في نحكي على الاخبار بتشابهوا شوي. نشرت جريده الاخبار اوكي نهار السبت محضر قالت فيه مش عم بحكي جريده اخرى عم سمي لك الاخبار نشروا محضر بحوار بين الممثل المصري باللقاء الباريزي الخماسي والممثل السعودي. فالممثل المصري عم بيقول بالانتخابات الرئاسيه في جوادين العماد جوزيف عون والنائب السابق اسلامي فرنجي. بيقول له ممثل المملكه العربيه السعوديه الجواد النائب السابق فرنجي هو خارج السباق الرئاسي. بكررها لمرتين هو خارج السباق الرئاسي. خلينا نحدد شو المشكلة. اوكي. المشكلة عندك مشكلة مزدوجة. يعني أولا إذا السيد نصر الله بده حليفه المسيحي للسيد نصر الله يعني نائب جبران باسيل رافض يفرض عليه له النائب باسيل قال له يا أخي ما فيك تفرض علي مرشح رئاسي. أنا ممثل المسيحيين الأكبر عندك بكتلتك. اوكي. بتحالف 8 آذار. انا بتحالف انا وياك انا بختار الرئيس انت بتختار رئيس المجلس وانا بغطي لك سلاحك. اذا سيد نصر الله عم يقول له نائب باسيل بدك تمشي معي بالخيار الرئاسي انا بسمي وقال له لا انا اللي ضده لسيد نصر الله بدي اجي امشي معه بخياره واختاره. يعني اذا 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 حليفه لسيد نصر الله ما بقى حامل اذا بدي كيفية تعاطيه معه. بس هلا الطرفين يعني بيقولوا انه التفاهم بوضع حرج جدا. ماني شايفه هيك. ولكن يعني هلا بتعطينا وجهه نظرك، ولكن يعني طبعا بالامور الاستراتيجيه يعني التفاهم بعتقد حسب تصريحاتهم يعني الطرفين انه بقي على حاله بما يستثني بناء الدوله، محاربه الفساد اللي بيعتبر التيار الوطني الحر انه حزب الله ما عم بجاري بهيدي البنود. بدنا نرجع نحكي بموضوع بكركي لانه القطيعه اليوم قطيعه القوات اللبنانيه بكركي بتواصل يومي بس ما في قطيعه. نحن في يعني نحن وبكركي كيف ما في قطيعه؟ نحن ما بنقاطع بكركي، نحن بالنسبه لنا بكركي نحن وبكركي في تقاطع استراتيجي على النظره الاساسيه للبنان، ثوابت لبنان، ثوابت الموارن التاريخيه طلعوا بكركي، وبالتالي نحن بالنسبه لنا هذا الخط الكنسي اللي له علاقه اذا بدك بدور لبنان والنظره للبنان والرؤيه للبنان نحن اكثر فريق سياسي نحن مع بكركي فيه. بالعكس بكركي عم تطرح بس افكار. بكركي اليوم مش بهيدا لا بكركي عم تطرح مش افكار مش بهيدا الجو. طلعت قالت المؤتمر الدولي دخلك، مين وقف معها بالمؤتمر الدولي؟ ايه انه لبنان اليوم القضيه اللبنانيه بعد بتنحل بحوار بدعي للرئيس بري. حتى الفاتيكان اليوم يلي هي المرجعيه الاعلى من يعني بالامس دعت الى عدم وفك تحالف مار مخايل وضروره البقاء على هذا التفاهم والتريث بالذهاب بعيدا بالخلاف. استاذتي الكريمه ما نقرا مقالات نعتبر انه هذه المقالات انه هي منزله هذا مقال كتبته الصحفيه لا هي معلومات هي بنت على معلومات وعلى تصريح معلومات الفاتيكان تاخذ صحفيه غوا
ستيلا عائلتها. اكيد مش عاطي المعلومات هي بدها تجيب معلومات من الفاتيكان. انا انا لما اسمع موقف من الفاتيكان له علاقه يلي انكتب انه هذا التفاهم ضروره، التفاهم انا مخيل اللي اوكي هذا موقف اكيد ساعتها بقول له للفاتيكان بوجهه بيطلع بموقف سياسي، خلي موقف الفاتيكان خطا بهذا الموضوع، لانه لا يمكن انه يكون تفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر ضروره، لانه نحن بنعتبر انه اي تفاهم مع حزب الله هو خروج عن سواد. ليه هو منه فئه من منه شريحه من اللبنانيين ويمثل ما يمثل من اللبنانيين؟ بس ما له علاقه. يعني نحن هون عم نحكي بدنا صار حلقات لنحكي ب بوجهه النظر وبالمشكله الاساسيه مع حزب الله انه اليوم هن منهم موجودين بالبلد، موجود. هن حاله موجوده، مش بس هن حزب مسلح ومقاومه. بس في خلاف جذري وعميق. يعني هون بدنا نروح على نظريه الالغاء. ما في نظريه الغاء، بس لا. مش قادرين نعمل يعني مش من زمان دعيته للفيدراليه وهي موجوده بفكركم، يعني ما لها علاقه. موجوده اول شيء بتقول لك وين الاساس الشيء المخدوم وين؟ انه في فريق سياسي مطبق، هو مش مطبق الفيدراليه، مطبق على حاله التقسيم، يعني عنده سلاحه وعنده القرض الحسن تبعه وعنده بنيته العسكرية والأمنية وكل تركيبته وبيمنع الآخرين يحكوا بالموضوع. طيب. إيه؟ مش حزب الله أوكي. يعني عنده جيش على طرطع بس طبعا. خلينا ما ننط عم ننقل من ملف لملف. لحظة شوي، أنت عم تخديني. لحظة شوي قبل ما ننتقد أجندات الثنائي ولمين يعني بيمتثلوا أوامر من مين. كل شريحة اليوم وكل حزب عنده أجندته الخاصة. خلينا نبدأ من ترتيب البيت الداخلي المسيحي. اليوم في مبادرة ببكركي مدعوين عليها للحوار، لأنه الكل بيعرف ويجمع ويتفق بأنه التوافق على اسم والحوار هو اللي بيوصل على توافق على اسم لرئيس الجمهورية، اللي كلنا عم نربط كل المشاكل والأزمات أنه اليوم كل المشاكل بتنحل بوجود رئيس للجمهورية، ولو كان معنويا. يعني هذا موقع الماروني الأول في لبنان شاغر منذ 5 أشهر تقريبا. مين مسؤولية؟ طيب. مين شاغر؟ طيب في فريق سياسي بال 2014 مين مسؤولية مين؟ مرشحي أو الفراغ. وهلا في نفس الفريق السياسي عم بيقول مرشحي أو الفوضى. يعني ما يعني مين شاغر؟ في شيء بشكل عام قبل ما نروح على إذا بدك أمور نظرية، في شيء في دستور يا أملا؟ أنت بتوافق طيب. إنه في دستور؟ أكيد. طيب بتوافق إنه في شيء اسمه آليات للانتخاب؟ قبل ما تخبريني إنه هيدي نظرية، في اسمه شيء اسمه آلية انتخاب؟ ليش بحطه؟ ليش بحطه آلية انتخاب؟ ليش بحطه مهل؟ نلتزم فيها. وبالتالي خلينا نقول لو في عندك أنتم ملتزمين بكل الآليات الدستورية. تفضل. نحن لو عم نقول لو في فئة سياسية، في عندك فئة سياسية في لبنان ما عندها ثقافة إذا بدك الممارسة الدستورية، الثقافة الدستورية. لو عندها ثقافة الممارسة الدستورية مثل ما كان بالجمهورية الأولى. بس بخلي كافي الفكرة. تفضل. بالجمهورية الأولى بال 76 كان بلش الحرب الأهلية، انتخبوا الرئيس ليس سركيز وانتخبوا الرئيس بشير جميل وأمين جميل ب 82. بتسكر على حالها خلال شهرين بتقول نحن يجب أن ننتخب رئيس الجمهورية قبل 31 تشرين. بس ما في عندك فريق سياسي بتعاطى مع الدستور على قاعدة يا الدستور. وفي فريق تاني الدستور هو شعارات كمان. لا مش شعارات. مين عم بيطبق الدستور؟ لا في بننتقد نحن. انتخابات كيف تصير؟ انتخابات ما بصير خارج البرلمان، بصير داخل البرلمان. هلا استاذ شارل، انت مآمن انه اليوم بالاليه الدستوريه بنوصل رئيس ولا بالحوار؟ لا بالحوار. او يمكن ننتظر التسويه الخارجيه؟ بخليكي معي شوي. هذه القوى السياسيه مش كلها ممثله بالبرلمان. حزب الله مش ممثل، الحركه امل مش ممثله، التيار الوطني الحر مش ممثل، القوات مش ممثله، الكتائب مش ممثله، الاحرار مش ممثله، كله ممثل. وبالتالي بما انه ممثلين بيعملوا جلسات انتخابية وبتحاوروا تيخرجوا من هذا النفق. هيك بتصير. يعني ما نبتدي شيء حوار مسيحي. حوار مسيحي حول شو؟ لو انت عم تقولي لي في هدد في قطر يهدد الوجود المسيحي في لبنان، في هاجم كائنات فضائية عليهم، الانهيار اللي نحن فيه مؤسساتي وعلى كل المستويات، هذا معني في منه خطر؟ هذا خطر عشان منه خطر. نحن اليوم نتنازل لنتحاور مع فريق ما عنده بعد مرشح، يعني واضح عنده مواصفات. هل انتم اليوم ضد المواصفات اللي طرحها التيار الوطني الحر؟ نحن حاطين عنا صفتين، بده يكون اصلاحي وسيدي. ايه؟ بده يكون لا يتاثر بمحور الممانعه. وانت اليوم لما بيكون في خطر على جميع اللبنانيين
ما بيقعدوا المسيحيين لحال والشيعة لحال والسنة لحال والنروس لحال. طب ما يتأثر بمحور الممانعة اليوم؟ يعني شو الممانعة؟ أنه نحن اليوم إذا كان في تقارب دولي وعربي على سوريا نحن مفروض نكون منعزلين؟ شو هو التقارب المحور الممانعة؟ شو لازم نكون؟ بشو؟ مثل ما أنتم ما بتأمنوا تروحوا برئيس ما بمحور الممانعة مثل ما عم تتفضل وتقول، كمان في فريق كتير كبير كمان بخاف يسلم رقبته إذا بدك لا أمريكا وخلف إسرائيل وغيره. هذه كلها شعارات هذا الفريق. لكن هون هن بيقولوا شعارات وأنتم بتقولوا شعارات. مش عنده سلاحه، مين بيقدر يشرب سلاحه؟ مجرب إجوا حكومة رئيس سنيورة الأولى تقول إنه هذه شبكات الهاتف، هذا ما في، ما لازم يكون في شبكات خارج إطار الدولي. ماشي، طلع سيد نصر الله عمل شعار السلاح دفاع، استخدام السلاح دفاعا عن السلاح، وعملوا صبايا بتقول لي مين يعني اللي بدي يوصل لك إيه؟ إنه في فريق سياسي فشل. ما أعرف أنت بدك، أنت بدك إنقاذ أو لا؟ فشل يعني أو فشل. نحن منا اليوم انتخابات رئاسية لمطلق الانتخابات الرئاسية هيك بس بدنا نجيب نعبي ناس بالكراسي؟ لا، نحن اليوم بمرحلة بدنا انقاذ يعني لبنان. اذا انتم مع الفراغ اليوم بس لحتى يكون انقاذ حقيقي، انه يجي حقيقي يعني التغيير مفروض يكون من الاسس، يعني تغيير جذري بالنظام ولا كيف؟ رئيس جمهورية ورئيس حكومي حكومي. طيب شو الرئيس انقاذ اذا اختابعين لاجندة؟ طيب ليكي مرشحكم انتم اليوم ميشيل معوض هو اليوم قادر على تنفيذ هيدي الاجنده تبعها؟ اذا وصل لرئاسه الجمهوريه ومعه رئيس حكومه وحكومه لا تتاثر بمحور الممانعه وقادر تحط بمن سياسات. تتاثر؟ نعم، هن يؤخذ عليه انه هو كمان رجل امريكا بلبنان. ما في شوي دي امريكا، امريكا يعني بنحكي هيك شعارات كبيره. شو امريكا شو؟ يعني حضرتك عم تتفضل وتقول شعارات كمان ومحور الممانعه. في حزب مسلح اسمه حزب الله، اوكي؟ يعني اليوم شو مشكلتنا الاساسيه في لبنان؟ مشكلتنا في، انت شايف شيء دولي بالعالم في ازدواجية سلاح ودولة ناجحة، في اصلاح وقضاء ومؤسسات وناس مساواة بين بعضهم؟ ما في ازدواجية سلاح. هلا بيجي الفريق تبعي بيطلع بيقول انه سلاح اللي هو حامله هذا مقاومة يعبرد عن لبنان، خيط وجهة نظرك. بالنسبة لنا اي ازدواجية سلاح من زمن، ازدواجية سلاح مع الثورة الفلسطينية، لا ازدواجية سلاح مع جيش الاحتلال السوري، لا ازدواجية سلاح مع حزب الله. طيب ما في دولة اليوم انتو يعني شو بيقولوا، الخلاف واضح جدا بوجهات النظر مع حزب الله والثنائي وايضا مع مكون مسيحي وازن بالبلد. مع مين اليوم تتفقوا؟ شو وجهة نظركم؟ يعني انا اليوم بدي اضطر اقول، يعني حضرتك بس عم تتعرف على اسمي وهذا، قلت لي دغري اول كلمه كان او اول انطباع قلت لي شيعيه. شو عيب؟ يعني اي متى اليوم بدنا نطلع من لا مش عيب اكيد، بس انه هيك اكيد ما بستحي اكيد لا، بس هيك اليوم منصنف العالم. اول ما كنت عم تقول لي زعيتر يعني شيعيه إيه؟ هيدا البلد هيك بدنا نبنيه؟ هيدا البلد هيك بدنا نبنيه بهيدا الحس الطائفي والعصبي؟ أو شيء مش حس طائفي يعني ساعتها نحن ما بنستغرب اليوم إذا ما رحنا على انتخاب رئيس للجمهورية إذا بعدنا بهيدي الذهنية. أول شيء تخبرك شو، ما في حس طائفي وما في حس تعصبي. المتعصب هذا مش تعصب اسمه؟ خليني بس اذا بتسمحي لي، لما دغري صنفتني انا لبنانيه مثل مثلك بهذا البلد، كان اول انطباع انه صنفتني طائفيا ومذهبيا. اول شيء انت بمجرد ما اكون عم بحكي انا وياكي خارج الهواء عم تحكي على الهواء، هذا بدل قديش انت مهنيه وقديش تحترمي مهنيتي. انا اكيد بحترم مهنيتي، اكيد بحترم مهنيتي، بس لما بدنا نوصل لطريق مسدود شو بدي؟ لا ما في طريق، بدنا نوصل لطريق مسدود. رح اعتبر حالي ما سمعت اللي قلته، بس تخبرك شغلتين. وانا بحترم وجهه نظرك وبحترم شغلتين، بحترم رايك. انا بالنسبه لي كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين اكيد لفت، لانه انا بعد ولا مره حدا تعرف علي من طائفه ثانيه وكان هذا الجواب. يعني انا عندي اصحاب شيعه وسنه ودروس أكثر من المسيحيين، أتلزز أنه أقعد مع أصحابي المسلمين اللي بيشبهوني بالسياسة طبعا، بيشبهوني بنمط عيشهم طبعا، أنا المختلف معه بالسياسة مؤمن. ما بتقعد معه فقيه، ما بقعد أنا وياه يعني يعني ما بتحترم وجهة نظر الآخر. أنا أتلزز بس إذا كان مثلك بتحترمه، إذا مش مثلك ما بتحترمه. أنا أتلزز أنه أحكي مع شيعي. بالنسبة لي الشيعة اليوم بلبنان، ليش عم قلك انه شيعي؟ بالنسبه لي الشيعة هن اذا بدك الخزان الفكري السياسي، وهن هذه الطائفه الصاعده. اذا كانوا بيشبهوك ونظام عايشهم مثلك، اتلذذ اقرا سيد مصطفى فحص بالشرق الاوسط، اتلذذ اقرا سيد محمد مهدي شمس الدين، محمد حسين شمس الدين، اتلذذ
أقرأ الكاتب نداء الوطن الدكتور محمد مقلد أتلسس فهمت كيف؟ قلت له إيه طبعاً. أوكي. أنا وصلت وجهة يعني نظرك إنه الناس المعقدين إنه إيه أنت شيعي ماروني لازم نطلع من هذا التعقيد. منه تعقيد إذا أنا ما بيشبهني الشخص اللي بوجه ما بحترمه. أولويتنا البلد أولويتنا خواصي مشتركة إنه إيه لا إنه هذا ما بنحكي بالطائفة شو التعقيد هذا ماله طعمة. بتعتبر إنه هذا أمر صحي إنه نحن نسلم في العالم على. ماني معقد. أوكي. أكيد. طيب خلينا بموضوع الحلقة تما نشت كتير وأنا أكيد بحترم وجهة نظرك وهذا أكبر دليل أنه حبينا نستضيفك ونسمع رأيك ومواقفك بكل طبعا اللي بتعبر عن حزب القوات بكل الملفات. إذن الطريق اليوم مسدود أمام الحوار حتى مع شريك المسيحي في الوطن وليس يعني من الطوائف الثانية. انتخابات أو لا نلتزم بإيلية الانتخابات تروح تقيل الحوار ضد الحوار انتخابات الرئاسية انتخابات شو اسمها انتخابات أو شو اسمها داخلية بتتحاور يحاول موضوع سلاح حزب الله يجب أن ينزع هذا حوار بس الانتخابات اسمها انتخابات الانتخابات بتصير بمكان اسمه برلمان بينزلوا بينتخبوا اثنين ثاني شيء مخايفين ناس عم يلتقوا مع بعضهم يعني مثلا نائب ولي نائب السابق ولي جبلاء التقى بالنائب جبران باسيل والتقى بحزب الله طب وصل للنتيجة شو اجى قال عندي ثلاث أسماء مش هيك؟ طب هاي ثلاث أسماء وين صاروا؟ خلصت هوني جينا نحن لأن نحن مساكين بالنائب مش المعوض وبترشيحه لأنه بالنسبة لنا هاي المواصفات اللي لازم تكون هي بانتخابات رئاسية طب إجا النائب سابق ومسكرين الله الطريق على أي على أي اسم آخر قد يحمل نفس المواصفات سؤلنا قلنا خي نحن إذا بصير في توافق من داخل البرلمان بالكتل النيابي على المرشح جوزيف عون نحن بنمشي فيه الفريق الآخر بعد لهلا ما عنده مرشح معلن مرشح المعلن هي ورقة البيضاء نعم اثنين بعد لغاية اللحظة يعني مش موافق على اي مرشح اخر بده يقنعنا بمرشحه يعني خي بده يفهم السيد نصر الله خي بيقدر يجيب رئيس للبرلمان خلصت هون حتى مع التيار الوطني الحر اختلف ليك لوين فبتكي طب هذا الشيء ديمقراطي اليوم وجهات النظر بتختلف بس بنتحاور لنقرب وجهات النظر جاي يقول له انه انت بدك تمشي مرشحي خلا في اذا بدك اخطا بالعنوان يعني سيد نصر الله رجع بيقول لك بدي ارجع عيدها للمره الثانيه سيد نصر الله مفكر حاله ابو باسل ومفكر حاج وفيق انه هو ابو يعرب خلاص في زمن خي انت هلا حدودك هلا وضعيتك فهمتي كيف تحالفك هو ما بيعرف التيار الوطني الحر منيح التيار الوطني الحر هدفه الاساسي من 88 هدف واحد رئيس الجمهورية فهمتي كيف تجعل له بدك تجيب لي النائب السابق اكيد خلصت وهذا رايك على كل حال اليوم في تقارب مضطر نطلع شوي برات لبنان لنوصل لنتيجه معينه بلكي بنوصل انا وياك لنتيجه ما بوصل لنتيجه ابدا خلص طيب تقارب عربي سوري وتحديدا سعودي سوري يعني السين سين وردة بين يوم وتاني عم الجميع عم يفتحوا السفارة تبعهم بسوريا والقمة بعد كم شهر كمان بالرياض رح يكون فيها سوريا موجودة موقفكم انتو شو اليوم طالما السعودية تعتبر هي الحليف الأقوى اليوم للقوات اللبنانية. بس ما لا يعني هون إذا بدك ما لا علاقة إذا. طبعاً يعني هيدا التقارب قد ينتج اسم معين أنتوا اليوم ضده. كرئيس جمهورية. خريطة سياسية بالعالم يعني سوريا. إيه؟ مش موجودة على الخريطة السياسية. أوكي. يعني كانت موجودة على الخريطة السياسية لما كان بزمن الرئيس حافظ الأسد ووصولا للثورة السورية. اليوم ما بقى موجود على الخارطة في عندك جوا الجيش الإيراني جوا الجيش التركي جوا الجيش الأمريكاني جوا عندك كل شيء في الجيوش بالعالم موجود بسوريا سوريا مش موجودة على الخريطة السياسية بالعالم مش عم يتضامنوا معه بموضوع زلزال محدد بس هي الزيارات والوفود بس بهدف إنساني بالنسبة لنا شو ما كان موقف حلفائنا وأخصامنا على الساحة الدولية بالموضوع النظام السوري ما ببدل بموقف مبدئي عنه نحن من العام 78 اوكي في شعار كانوا يكتبوه على الحيطان اعرف عدوك السوري عدوك السوري يعني النظام السوري مش الشعب السوري نحن الشعب السوري مع كل الشعوب العربيه ما في اي اشكاليه النظام السوري اعرف عدوك النظام السوري عدوك هذا النظام دخل الى لبنان وضرب المناطق اللبنانيه من زحلي لطرابلس لصيدا لبيروت وانتهك سيادتنا واستقلالنا وقرارنا قبل ما يصير فيه تغيير جذري بالمقاربة
أن أي نظام أي دولة سورية للبنان أن لا تتعاطى معه كملحق لسوريا وتتعاطى مع سيادة واستقلال لبنان بشكل جدي، وأن لا تكون سوريا هي جسر ممر ومستقر لسلاح خارج وسلاح داخل يستهدف استقلال وسيادة لبنان. مين ما فتح النظام السوري يفتح حقه ويستفيل. بس تذكري بين 90 وبين 2005 وحتى بعد 2005 كانت علاقات المملكة العربية السعودية جيدة بالنظام السوري، أوكي، وكانت كانوا الأمريكان مكلفين دول النظام السوري إدارة لبنان. طيب. هذا شيء ما بيخلينا نتخلى عن موقف مبدئي ونظرة مبدئية تجاه هذا النظام. لا تتغير حتى لما صارت سوريا بسوريا. ما تغير شيء. ما بيتغير. ما تغير شيء لأنه ما تغير النهج، ما تغيرت. لأنه الممارسة. برأيك انتهكت وقتلت واحتلت. بس بما أنه عم نعرف الأعداء إسرائيل. قتلت يعني وانتهكت وما زالت واعتدت. بس إنه هذا ما بيمنع، هذا ما بيخلي إنه إذا إسرائيل عدو مش معناته إنه هذا العدو إنه في اختصاص لفريق. يعني تصوري أنا قلك لكن هات نعمل أنا وياك هلأ اتفاق. أنت إسرائيل عدو بتعملي اللي بتعمل هيك ميليشيا وتقدر تحاربها، وأنا سوريا عدو لأنه نحن موجودين بين سوريا وبين إسرائيل، أنا بعمل ميليشيا وبقعد بحاربها. كيف الحكي؟ في دولة بالبلد ما حدا له حق يحمل سلاح خارج إطار الدولة، ما نبتدع أدوار بهذا المكان. أنا شو بدك أنت أدي بتعرفي بالزمانات أهل الزمة كيف كانت، يعني إنه أنتوا خي اشمل، يعني أنتوا ما تتعاطوا بأمور الدولة والكذا، أنتوا وظيفتكم خي تاكلوا وتشربوا وتناموا. خي لا، نحن في شيء اسمه طيب. قاعدة مساواة بهذا البلد وعدالة. مساواة لا تتحقق بالأمور، يعني بالأمور التقنية وليس السير علي وعليك، والأمور اللي لها علاقة باستراتيجية الدولة وعلاقاتها مع الخارج والصلاح، وفي فريق آخر هو بيفهم أكثر مني فيها ولا فيها. يعني كل هيدي الدول اليوم اللي كمان كانت ضد هذا النظام وهي مع الشعب واليوم تحركت بهدف إنساني وتقول بالدرجة الأولى إنساني، يعني في درجة تانية اللي هي درجة سياسية. كل هيدي الدول هي على خطأ. حتى التيار الوطني الحر لما كانت سوريا بلبنان كمان يعني كان عنده خسائر من هذا من هذا النظام، وايضا كان نفس الشيء، ما كان عم يكون في تمييز بين قوات وحزب وعفوا وتيار. بس اليوم في له موقف من سوريا مغاير عن موقف طبيعه الموقف تبعكم باي اطار بتحطوا. كان وما زال يشكل حاله عدائيه تجاه لبنان نهائيه الكيان، لبنان السياده، لبنان الاستقلال. وهذا النظام ارتكب ما ارتكبه في لبنان، وبالتالي بالنسبة لنا موقفنا إن شاء الله كل الدول العالم تلفت عليه يصفله في موقف مبدئي لبناني. هذا الموقف المبدئي اللبناني اللي نحن نمثله كفريق ما بنتراجع عنه. والله إذا 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 دولة الماوماو فتحت على النظام السوري ولا لازم نرجع نفكر فيه، ولا كل دولة كانت بدها إيه. خلينا ننتقل لفاصل إعلاني ومن ثم نعود لمتابعة حلقتنا. مشاهدينا خليكم معنا. بكم مشاهدينا من جديد بحلقة من حوار اليوم مع الكاتب والمسؤول الإعلامي بالحزب القوات اللبناني أستاذ شارل جبور. أهلا وسهلا فيك. بدنا نتطرق لموضوع مقتل الشيخ الرفاعي. في اليوم مأخذ عليكم أنه دايما عندكم خطاب تحريضي عند أي حدث أمني بصير، تتوجه الأصابع الاتهام بوجهة واحدة من دون يعني الانتظار نتيجة التحقيقات. واليوم يمكن كان في رهان على إطالة نتيجة التحقيقات أنه طلعتوا بهذا الاتهام باتجاه حزب الله أو شو صار، كان في سرعة بالتحقيقات وطلعت النتيجة معاكسة كليا على الكلام اللي تفضلتوا وقلتوه، وكان ممكن هذا الشيء يصير الفتنة تبلش من طرابلس. شو قلتوا؟ فيك تقولي لي شو قلنا؟ توجهتوا الاتهام واضح لحزب الله. وين؟ ببيان الإدانة اللي عملتوه والاستنكار. بدي أقرأ لك سؤال دكتور جعجع. تفضل. بدي أعرف. بس هيك نكون نحن عم نضيع الوقت. لا لا مش نضيع الوقت. قلك شو المشكلة؟ بعد في نقاط كثير ما نحكي فيها. قلك المشكلة وين؟ تفضل. المشكلة إنه بناخد فكرة. أوكي. أو بناخد تحريض عملته جريدة. نحن امبارح دعينا على جريدة الأخبار. أوكي. دعينا على شكينا عليها. لانه هي متهمتنا جريده الاخبار انه نحن عم نعمل يلي انت عم مين اتهمته؟ انت اخذتي شو قالت جريده الاخبار
وانت رحت وبنيتي قال لي قال لي هو نحن اذا بدي لا انا ما مين قال انه انا قريت جريده الاخبار ما انا سالتك هلا ما لا هلا مين قال انا عم بسمعك بس انا ما قريت جريده الاخبار نحن سمعنا شو سمعتي شو سمعنا كل التصريحات شو طلع قال حكي الحكيم موقفين تفضل اول بيان طلعني سطرين اجرى رئيس حزب القوات اتصالا بسماحه المفتي دريان تباحث واياه بقضيه اختفاء الشيخ احمد الرفاعي وقد تبين ان الشيخ احمد ليس موجودا عند اي من الاجهزه الامنيه واتفق سماحه المفتي دريان مع دكتور جعجع على متابعه القضيه حتى جلاء ملابساتها كلها وعوده الشيخ رفاعي سليما لاهله ونسيه هي اول تغريده اول نوع بتصريحات النواب الموقف الثاني طيب. من غير المقبول بتاتا ان يمضي تقريبا اسبوع او على اختطاف الشيخ احمد الرفاعي في وضح النهار من دون ان يعرف لغايه اللحظه اي شيء عنه طيب. لذا نطالب الأجهزة كافة أن تكثف جهودها وعملها من أجل إعادة الشيخ رفاعي سليما. استشار ما بدنا نحكي بشيء واضح وصريح والعالم سمعنا والنواب والمقربين منكم والمحبين عليكم. خبرك شغلي. طيب. خبرك شغلي. يعني المشكلة وين؟ المشكلة أنه في الفتنة اللي هي وراها في مطابخ الممانعة هي راحت باتجاه خي تأولنا شيء أول شيء إحنا ما قلنا شيء ما قلنا شيء لأنه بالنسبة لنا لا نتهم وين تتهمي بتعرفوا وين تتهمي لما مثلا إنه بتسألي حالك سؤال إيه طيب. إنه شيخ الرفاعي عرفنا كيف للأسف حصل المصرع تبع طيب إنه فيك تقولي لي الكل شهداء 14 أدار يلي قتلوا انه بعد ما في هلا بالتحقيق اذا بدك اي قصقصة ورق بتبين كيف هون هون في جريمه بتكشف وفعلا بتحيي القوى الامنيه يعني الجرائم العاديه المرتكبه في لبنان كاي شيء بيحصل بالعالم كل العالم شو في شيء بلد بالعالم في جرائم بامريكا ما بنقرا نحن وياك كل يوم فات واحد وقوص خمسة ستة ما هيك كل شيء يكشف هذا معناته شو معناته الاجهزه الامنيه عندنا فعلا كل تحيه الأجهزة الأمنية من قوى أمن ولا مخابرات الجيش ولا الجيش أكيد. كل التحية لهم على قدراتهم اللي بعمليتها اللي عملتها يعني شو بيقولوا قطعت رأس الفتنة لأنه اليوم كان في تصريحات خطيرة جدا مش إذا الراحل الله يرحمه كان هو ضد فئة معينة يعني هيدي الفئة هي اللي قتلته على كل حال حتى بموضوع خطف اللي صارت بزحلة مخول او هيك كمان إيه لانه في عصابه طلعنا موقف قلنا في عصابه ما قلنا حزب الله قلنا في عصابه فهمتي كيف هلا بالمحكمه الدوليه باغتيال الشهيد رفيق الحريري المحكمه الدوليه سمت حزب الله يعني بشكل اساسي العناصر وكيف طلعوا وكيف نزلوا اوكي وبالتالي في محكمه دوليه سمت هنيك خلص سمت عناصر حزب الله سمت طيب بموضوع ملف المرفأ ما كان في بعد جمع للادله اللي كمان مين طلع استهام ما كان ما في يعني تدقيق بما ورائيات هيدي شحنه الامونيوم اللي اجت او النترات ما كان في تدقيق حتى من المحقق العدلي وكان عم يطلع الاتهامات هي بتسالي حالك سؤال طيب. سالنا سؤال الاتهامات دائما جاهزه احنا سالنا حالنا انا شو بدك انت عم تحكي موقف الرسمي كويت احنا ما جينا لنا ولا مره لانه انه والله المرفأ التفجير وراح حزب الله في شو مره قلنا هيك ولا مره قلنا هيك طيب مثل ما عم تقولي لي انه تصريح بدي منك بمحبه انه بمحبه مهنيه انه اي شيء بواحد بده يرجع له ويرجع له بشكل موثق انه الدكتور جعجع طلع قال هيك اكيد احنا مالنا هيك بموضوع المرفأ بموضوع المرفأ لانه كنا عم نحكي عشان ما وصفتني من اول الحلقه خلص انا ما بقى بموضوع المرفأ نحن شينا سالنا سؤال انه هذا الحماس الاستثنائي لسيد نصر الله بمواجهه المحقق العدلي بدأ للتساؤل انه ليش هالقد انه باصبعه بيطلع خمس مرات سيد نصر الله مركز عليه خمس مرات وبعث له الحاج وفيق على قصر العدل فهمت كيف انه الحاج وفيق ما بيروح من مكان بيبعث له الحاج وفيق على قصر العدل انه يعطله مجلس وزراء اربع اشهر كرمال كفوله يده انه فاتوا عين الرمان الشباب كرمال القصه صار في استدعاء بعد ما يسمى مش انا عم بتبرنا مجزره الطيوني يمكن بتبرنا يمكن لا مجدرة الطيوني صار في استدعاء كمان لرئيس حزب القوات اللبنانية وما كان في كان في مخالفة للقوانين وعدم الوصول وعدم التجاوب يعني حتى القانون والدستور هو نسبي احنا قلنا بشكل واضح انه اول شيء بدك تاخذي كل العناصر الموجودة طيب في حدا حرض على التظاهر في حدا دعي لهذه التظاهر في حدا منظم هذه التظاهرة في حدا انتقل من منطقة على منطقة أخرى
بهذه التظاهرة. في حدا بين في غابة سلاح وفي ناس دفعت عن حالها، وبالتالي احنا قلنا اذا بينزل السيد نصر الله يتحقق معه منطقة على في هونيك مقسمة سألتيني سؤال عم جاوبك. اذا بينزل السيد نصر الله بيتحقق معه، لانه السيد نصر الله طلع على التلفزيون هدد وتوعد ونزل وحزب الله نزل الناس على الارض، فهمت كيف؟ وفاتوا على منطقة تانية مش عم تظهروا عندهم بالمنطقتهم، ولا أهالي عن رمين نزول عندهم، وغابة من سلاح أربشيات وكل هول، جينا قلنا أخي إذا السيد نصر الله بينزل على التحقيق أو ننزل على التحقيق. بالنسبة لنا حادثة عين الرمانة السلاح ظهر، أنا ما بدي أحكي بهذا الملف لأنه مش وقته هلا، الوضع ما بيحمل. الأربجيات أو السلاح طلع من بعد ما صار فيه صار فيه تقنيص، ما صار فيه تقنيس، وين صار فيه تقنيس لست أشخاص. التقنيس طلع، تعرف وين طلع التقنيس؟ تعرف وين طلع بجريدة الأخبار. طلع التقنيس بجريدة الأخبار. خبريني شيء تقرير قضائي أو أنا بس عم بتطرق لنقطة واحدة هي التجربة أو السابقة اللي عملتوها حضرتكم، عدم التجاوب مع القضاء، لأنه مبارح كان عم يتهم قضاء عم بيقوم بواجبه بالقطاع المصرفي والمالي اللي كلنا متضررين منه، مش في ناس بالتيار تضرروا بالحزب وبالقوات، لا الكل العالم تضرروا والأزمة على الكل. في يعني انتقاص من دور القضاء وهجمة كبيرة على القضاء اللي عم بيقوم بدوره بأنه قضاء غير عادل وغير نزيه. نحن اليوم إذا القاضي معنا بيكون قاضي نزيه. إذا قصدك القاضي غدا، نعم، بدك تميزي بين أمرين. أوكي. بدك تميزي بين في مشكلة فعلية مع المصارف وبيتحملوا مسؤولية كبرى بما أوصلوا له اللبنانيين بهذا الوضع، بتحملوا مسؤولية، بس أكيد المسؤولية مش لحالهم، في سلطة سياسية منظومة، يعني منظومة إذا بدك النظام السوري وحزب الله 13 تشرين 8 أدار بتحمل مسؤولية كبرى باللي وصلنا له. بس ولكن شو بصير فيه هون؟ بصير فيه إنه حدا شعبوي بيركب على موجة إلى علاقة بخلفية الناس ومطالبها ووجعها، لأنه الناس موجوعة جنى عمرها انسرق، بيركب على موجة بيروح إذا بدك بركوبه على هذه الموجة بخالف كل شيء في له علاقة بالقوانين وبالقضاء. بدنا ننتقل للاستماع لكلمة رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل من مجلس النواب. لأنه قدمناه من شهر 5 لـ 2020 وهلأ رح يصير لنا 3 سنين بعد ما أقر، بالرغم من أنه لجنة المال خلصت شغلها فيه بشهر 5 لـ 2021. هذا الموضوع عنده صفة العجلة، لأنه اليوم عم بيشتغل كل لبنان بمشروع إصلاحي لنعمل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي اللي بده يعطينا 3 مليار دولار. كلنا بنعرف أنه الأموال المحولة للخارج أكثر من هيك بكتير، وأي تلكؤ من المجلس النيابي بإقرار هالقانون بيوضعه بموضع التساؤل إذا مش الاتهام بنوابه بأعضائه بكل السياسيين وكل أصحاب النفوذ وكل يلي استفادوا أولا استنسابيا وتانيا لا قانونيا وتالتا لا أخلاقيا بتحويل أموالهم بفترة الحرجة اللي نحن فيها بشكل منفرد عن المواطنين اللبنانيين الآخرين. يعني في ناس هي والمسكرة المصارف بفترة التسكير ب 17 تشرين حولت ملايين أو عشرات أو مئات ملايين الدولارات للخارج، بالوقت انحربوا ناس أنهم ياخذوا الدولار الواحد بمعيشتهم اليومية. هذا الموضوع عنده ضرورة قصوى أنه ينقر. رئيس الجلسة وكان في جو عند كل النواب أنه إيه عنده صفة العجلة، ونوعدنا أنه ينقر بمهلة محددة بطريقة بصير عليها التوافق باللجان المشتركة. النقطة الثانية يلي حصلت بالجلسة وعندها أهمية دستورية ومسائية قصوى، وهي أنه وصلنا مرسوم من الحكومة تشوب شوائب دستورية ومسائية عديدة، ونحن رفضنا أنه يتم بحثه قبل ما تتم تصحيح لهالشوائب هيدي. وصار في طبعا توافق من عدد من الكتل الأخرى على موقفنا. أولا توضحوا بشكل سريع، أولا من دون ما نخوض بالتفاصيل، الحكومة بالتفسير للمادة الدستورية على جميع وزراء أن يوافقوا أو أن يوقعوا على المراسيم، وهذا الشيء حصل بفترة الشهور بال 2014-2016. المرسوم يلي جايينا ما في عليه توقيع كافة الوزراء، هيدا أول شائبة. وحتى
حتى يلي بده يقول لما مارسنا هيدا الشيء على مدة سنتين يلي بده يقول في مراسيم طلقت مش بتوائل 24 وزير، لأنه صار في توافق بمجلس الوزراء بإجماع كل الوزراء أنه لما بيكون في غياب لأحد الوزراء بيصير في اكتفاء بتوقيع حدا بيمثل عن هالوزراء للإسراع وللسهولة، لأنه بعد فترة سنة من هال أو أكتر يمكن من هالشي هيدا في الإجماع، والإجماع بيسمع على كل شيء لما بيكون في توافق وقبول من كل الوزراء. الحالة يلي نحن فيها في عدد كبير من الوزراء أعلنوا جهارا أنه هن منهم موافقين. الأمر الثاني الشائبة الثانية الكبيرة أنه رئيس حكومة تصريف الأعمال موقع على المرسوم بثلاث أماكن، والحال انه رئيس الحكومة بيوقع بمحل واحد، لما بيصر يوقع بمحل تاني بالصدور بمحل تاني محل رئيس الجمهورية، يعني عم بيقول انه هو بحل مكان رئيس الجمهورية، وهيدي شائبة واضحة بتوقيع رئيس الحكومة عدة مرات على المرسوم. الشيء الثالث والاخطر بعد ويلي نحن وصفناه بالتزوير ويلي اكد عليه الوزير المعني جوا، انه وزير المعني بهالمرسوم الاول هو منه موقع عليه، هو موقع على مرسوم تاني، بالتالي اعتماد توقيعه على ورقه تانية كانه توقيع على هيدي الورقه هو امر يوصف، اذا بتلاقوا وصف تاني بنقبل فيه غير التزوير، لانه هيدا استعمال مزور، استعمال توقيع مش بمكانه، وهيدي سابقه كتير خطيره، لانه بتسمح لرئيس حكومة أو لأي حدا بموقع سلطة دستورية أنه يعتمد توقيع على مكان آخر على كتاب، وأنا موجه كتاب لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء أخذ قرار تاني مني موافق عليه كوزير أو مني موقع على مرسومه، بيجي بيعتمد أنه بما أنك أنت صاحب طلب بيعتمد لك توقيعك على كتاب بحطه على مرسوم، هيدا شيء خطر كتير ان نعتمده نحن كسابقه دستوريه بمسارنا بنظامنا اللبناني. شيء يلي بيقول في ثلاث شوائب ما بتسمح بانه يصير في طرح هذا المرسوم قبل تصحيحه، وفي سابقه كمان لهيدا الشيء، لانه رئيس المجلس النيابي ايام الحكومه المبتوره رفض استلام، ما بعرف اذا الرقم دقيق على ذاكرتي 69 او 59 بهالمنزله هيدي 69 او 59 مرسوم، اعتبر انه ما بيستلمه من حكومه مبتوره، وقتها الحكومه ما كانت فاقده بالمعنى الدستوري، ما كانت فاقده لا العدد الثلثين، وما كانت حكومه تصريف اعمال، كانت حكومه بمجرد انه خرج مكون منها اتخذ هيدا الموقف، ولليوم المجلس النيابي ما بيستلم هيدي المراسيم. نحن امام حكومه تصريف اعمال مستقيله ما عندها هيدي الصلاحيه انها تجتمع، عم بتحول مراسيم برفض عدد كبير من وزراء او بالتالي بدون توقيعهم، واكثر من هيك عم تستعمل توقيع وزير مش بمكانه، وبالتالي هيدي سابقه دستوريه كثير خطيره. اليوم أخذنا هيدا الموقف، مشكورين كل النواب وكل الكتل يلي أخذوا هيدا الموقف ورفضوا تكريس هيدا الشيء، تعاطي بمرحلة خطرة باللي نحن فيها، وكأنه غياب رئيس جمهورية وغياب مكونات أساسية بالبلد بتسمح التصرف بهيدا الشكل الاستلشائي والاستخفافي حتى بالشكل بهالطريقة، هيدا أمر مرفوض منا، وبعتقد لازم اللي صار اليوم يكون جرس انذار انه ما فينا نكفي بهذا المسار، خلينا نروح على توافق على حوار تننتخب رئيس جمهورية، ولما بيصير في رئيس جمهورية تصطلح الامور وبتسري مثل ما لازم عمل المؤسسات، غير هيك كل يلي عم بيصير مرفوض مش دستوري ومش شرعي ومش مسائي. وشكرا. تابع مشاهدينا حديثنا مع الأستاذ شارل جبور من الآخر، يعني عم يرجع يدعي رئيس تيار الوطن الحر لحوار، ما في شيء تقدروا تتفاهموا عليه اليوم. كيف عمل النائب السابق جنبلاط؟ النائب السابق جنبلاط لما حكي بثلاث أسماء رئاسية وعمل جولات حوارية ما شاورنا فيهم، نحن حلفاء ولا حكي عن ثلاث أسماء، حتى يبين أنه النائب بسيل فعلا خرج من تحالفه بحسب الله. أنا عندي مصلحة استراتيجية
انه التيار الوطني الحر يفك مع الحزب، انه كل من يلتصق بالحزب خطر علي، كل من يبتعد عن الحزب بشكل لي مصلحه لالي. طيب وبالتالي انا عندي مصلحه. كل هذا التوتر بالعلاقه مع الحزب ما عم تخليكم تتقاربوا؟ يوم قريت استاذ عماد مرمل كانه حكي مع النائب جبران باسيل ما ارتحت، يعني فهمتي كيف؟ يعني يعني انه لا، بعد القصص ما خلصت يعني. وانا بالنسبه لي القصص بتخلص باستراتيجيه يعني لما يطلع، لما يطلع النائب جبران باسيل وان يقول سلاح حزب الله يحول دون الاستقرار ودون قيام دولي ويشكل خطر على لبنان، ساعتها امكانيه الحكي بتصفي، هي موجوده وقائمه بانتظار هالشيء اللي ما حيصير. يعني الحوار برهن هيدا الموقف. طبعا انتظار هالشيء، هذا في موقف مبدئي. يعني اختلفوا اليوم على خلفيه، لو طلع سيد نصر الله قال له للنائب باسيل كلنا بنعرف انه ظروف انتخابك متعسره لاعتبارات داخليه قبل ما تكون خارجيه، ما هيك؟ لازم انت ما ترشح، يعني بس انه يا سيد جبران، سيد نصر الله عم بيقول له انه انت شوف مين، بس انه يعني نقدر نوصل للرئيس. عظيم، انا رايي ما كان اختلفوا وياه. اختلفوا وياه ليه؟ هون انتبه، انا مع النائب باسيل. اختلفوا وياه ليه؟ انه اجى سمي له حدا بدون ما شاوره، يعني عم بيقول له شو؟ ما هو النائب باسيل من 2006 انه انا الحليفي المسلم بعطيني مش مثل ما حليفكم المسلم بتعطى معكم، يعني انا مسلمني كل ما يتعلق بمواقع الدولي حقوق رئاسية. اليوم الواقع مش هيك. نعم. اليوم الواقع مش هيك. شو اللي بعد ما بخليكم او بيمنعكم من الحوار؟ اليوم لازم يطلع النائب باسيل يقول شو بده دور نقعد نحن مين، يطلع يقول بشكل واضح. يعني هو عم يشوف النائب جبلاط، عم يشوف بكركي، عم يشوف كل الناس بالبلد بتلتقي مع بعضها، مش ضروري تقعد سوا. انت ما بتلتقي مع بعض الافكار، مهم تلتقي الافكار. شو هم نلتقي بالجسد، مهم نلتقي بالفكره. يطلع يقول انا عندي خيط لك مرشحي مثل ما عامل النائب سابق جملوط، عندي هالمرشح والمرشح والمرشح، كون اكيد اذا شفنا فيه من هالثلاثه حدا عنده المواصفات المطلوبه ما عندنا عقده نطلع نقول نحن هذا الشخص مثلا ممكن يتوافق عليه. مثل ما شو نحن العماد عون مثلا، جنرال عون، نحن عندنا مع قائد الجيش علاقات بالنسبة لنا، في عنده المواصفات إذا في عليه توافق. وبالتالي ما عندنا عقدة نطلع نقول. هلا بتسألي حالك سؤال، ليش النائب جبران باسيل ما عم يطلع يقول عندي ثلاث أسماء؟ لأنه ما بده يقطع الشعرة معاوية مع حزب الله بشكل نهائي. وبالتالي بعده تارك الكلام والنقاش من بعضهم. برجع بقول لك قريه اليوم الاستاذ عماد مرمل، بتشوفي انه لا، انه كانه رجعت الامور ترتبت، علما انه اذا واحد بده يعمل، اذا بدك رده فعل، هيك رده فعل اوليه، انه انت خيي عملت موقفين استراتيجيين ضدي، كنا متفقين ما تشني حكومه اشتغلت حكومه، متفقين الملف الرئاسي عندي سميت مرشح بدون ما ترجع لي. طيب ميرسي اورفوار، يعني بدل ما يقول له ميرسي اورفوار بعده عم بتحاور هو. يعني هي نقطة إيجابية بالنسبة لكم إنه اليوم في ابتعاد تدريجي، ابتعاد استراتيجي، ابتعاد سلطوي. أنا بدي الابتعاد يكون ابتعاد استراتيجي، لأنه بالنسبة لي لا يمكن لأي مسيحي ينتمي إلى الخط المسيحي اللبناني التاريخي المتعلق بالسيادة والدولة الواحدة والشراكة المسيحية الإسلامية واتفاق طائف وعلاقة لبنان مع المجتمع، مع الدول العربية وانفتاحه على العالم، إنه يكون حليف حزب الله. طيب بس بعد الأجواء قائمة اللي بتقول أنه أنتوا اليوم قد تكونوا جزء من التسوية اللي على رئيس جمهورية اللي هو سليمان فرنجي على هذا الاسم، يعني احنا سنقاطع، احنا لكن احنا ننتقل تدرج ووقفنا باتجاهين. انت تجي بتقولي بمرحلة أولى نحن ضمن المهلة الدستورية وبعدها بشهرين أكيد نحن سنؤمن النصاب، لأن نحن مؤمنين بثقافة دستورية وبتدابير السلطة وبانتخابات وبآلية ديمقراطية. عظيم. بس أنت لما من بعد 11 جلسة انتخاب عطلت فيهم النصاب، ومن بعد شغور رئاسي هيصير له 4 أشهر، أوكي، ما فيك تطلبي مني أنه أنت ساعة لظروفك، ظروفك السياسية الخارجية والداخلية، بتصفي مؤاتية لانتخاب مرشحك، تجي بتقلي لي يلا تغمزيني هيك أمن لي نصاب. مش قصص مش هيك، منا اذا بدك القصه انه انت امان ظروفك مش امن امن لك نصاب. خلصت، نحن جينا قلنا الدستور له شروط، في مهله بشهرين جوزتوها، بعدها بشهرين ضليتكم تعطلوا، هلا وطالع تعطيل علينا. طيب من الواضح اليوم الحزب التقدم الاشتراكي انه عم ياخذ شوي الدور اللي انتم كنتوا عم تقوموا فيه بالسعوديه من خلال تكرار الزيارات
المملكة العربية السعودية لجميع وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط اللبنانيين، المملكة العربية السعودية بس حتى نكون يعني مش عم بيحلوا مكانكم بهذا الدور، تتعاطى مع كل المكونات في لبنان. المؤمنين بيقولوا المملكة العربية السعودية شو بدها من لبنان؟ شو بدها؟ يطبق اتفاق الطائف، اتفاق الطائف هو للسعودية أو لنا للبنانيين. نحن كلبنانيين عندنا دستور له 33 سنة مش مطبق، بالتالي هي المملكة العربية السعودية بدها دولي تطبيق الدستور اللبناني. يعني فيش دولة بالعالم ما بتحترم قرارها وسيادتها ودورها. هلا بموضوع الهبات ما بقى معنا وقت كتير، يعني السيد حسن نصر الله كان واضح بهذا الموضوع، ما بتعتبره مرجع، بس انا يعني مضطر احكي بهذا الموضوع. عم قال انه نحن بنتقبل دعم وهبات من اينما اتت، يعني اذا عندكم اي حليف عربي او امريكي او هيدا، بس جيبوا استثناء للهبات اللي ممكن تدعم لبنان بقطاع الطاقه، في استجرار الغاز من مصر، في الكهرباء من الاردن، وايضا كان في مبادرات الكويت والامارات وغيرها. كوني اكيد اول شيء لبنان التفاهم مع صندوق النقد الدولي ما بيطلعوا من ورطه لحاله، مع انه هذا الشيء ضروري. بيطلعوا من ورطه هي انه ترجع يصير في مساعدات خليجيه للبنان وتحديدا السعوديه. هذا الممر له انه يكون في دوله في لبنان، يعني انت ما فيك كمان يكون في رئيس جمهوريه ورئيس حكومه وحكومه ويطلع سيد نصر الله يهاجم المملكه العربيه السعوديه وشحنات الكابتاغون تفوت لعندهم وحدود معابر مفتوحه واجهزه تدريب بالداخل وما ادري شو عم نعمل بسوريا وباليمن. انت تقدر يكون بده يطلع رئيس جمهوريه بتقول لي ما انه قادرين نوقف حزب الله، صح على اللي عم يعملوا، بيطلع رئيس جمهوريه بيقول اي كلام يستهدف الدوله المملكه العربيه السعوديه مستنكر ومرفوض، نحن نرفضه. بيطلب جلسه لمجلس وزراء بيقول خي هذا الكلام نحن من دينه، هذه دوله صديقه. انت بده يجي رئيس جمهوريه رئيس حكومه وحكومه باكج، مش انه رئيس حكومه من الثاني ادار ورئيس جمهوريه من 14 ادار. اوكي شو بيصير؟ بنصير نقبل الهبات من كل، حتى الهبات الايرانيه. بصلك الفكره، لما بيجي سلطه دستوريه متكامله اولويتها تطبيق الدستور، اولويتها الاصلاح والسياده، اولويتها انه ما حدا لا عدم تحويل لبنان لمنصه لاستهداف الدول الخارجيه وبطليعتها المملكه العربيه السعوديه ودول الخليجيه، كوني اكيد لحالها بتجي الهبات ولحالها بتمشي الامور. بس اذا لبنان بده يضل منصه لاستهداف الدول، هدول ايش بدها تساعدك؟ اذا لبنان منصه بكل شيء، منصه باستهدافها بالموقف السياسي وبالموقف الاعلامي وبالكابتاغون وبالموقف الامني، بيساعدوك ليه؟ خير يعني، ما انت احترمي حالك تهني ساعدوك، احترمي سيادتك. شايف في حل قريبا بموضوع رئاسه الجمهوريه؟ لانه بدنا نختم، بس ناخذ رايك بشكل مختصر. ما تروحي يعني، كلنا سوا بنعرف، بتنامي عشي بتقومي عشي. بالعالم حالة تطورات كبيرة، ما بنعرف شو ممكن يصير في أحداث. أنا مني معي إنه نقول إنه في أفق مقفل ولا نقول إنه في أفق مفتوح، بس أكيد يعني ما أنا نعرفه إنه الانتخابات الرئاسية لا تعني نهاية الأزمة. نحن في أزمة لا يمكن أن تتعالج بجوهرها وبعمقها إلا ما يصفوا جميع اللبنانيين متساويين مع بعضهم البعض، ما في حدا معه سلاح مقاومة، وذاك إنه أنت خيم لم ترتقي إلى مصاف المقاومة. كلنا تحت سقف دولة، دستور، قضاء، نهائية كيان، مؤمنين ببديهيات. في حدا بالعالم مش مؤمن ببديهيات؟ دولة أولا، لبنان أولا، دستور، كلنا سوا قبل ما يصير هيدا بقين هيك. طب شكرا، بدي أتشكرك أستاذ شهر الجبور، شكرا. رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية على حضورك طبعا. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.